تخيل لو كان يجي لعندك طفل صغير شايد دخان ويقول لك شعله لي، زي ما تشعله له ولا لا؟ احنا بعتنا طفل صغير بس مشيته اصح ما يتكيفش. شوفوا ذا رياكشن تاع الناس. يا صاحبي بيك الله يعيشك، هكاش صح يا اخو بريك الله يعيشك، ميرسي عليك ها يا اخو بريك الله يعيشك، يا ما عندكش يا اخو بريك ما عندكش ها، واش يالي الصوم يا اخو بريك الله يعيشك ما عندكش، ايه يا اخو يالي الصوم بريك يا اخو ما عندكش، نعم بريك يا اخي تعال ايش شاري يا اخو بريكي ما عندكش، يا امي بريكي ما عندكش بريكي، مير ساري يا امي ما عندكش بريكي، بريكي ما عندكش، امين يا لي الصوم اعطيني شاعل يا اخو، ها هو عندك يا اخو بس مدليش يا اخو اعطيني بريكي مير سارك يا اخو اعطيني بريكي ما عندكش، مير سالك امي الله يحفظك بريكي ما عندكش، صايمو امي الله يحفظك اعطيني الشعر الا كو كبرت مدليكم كبير صح يا امي بريكي ما عندكش، يا امي الله يعيشك ما عندكش بريكي صحيتو يا اخو بريكي يا للصوم بريكي يا اخو نسالك بريكي ما عندكش صح صح وش هبي صح يا اخو ما عندكش بريكي ما عندكش بريكي يا اخو اضر معانا يا للصوم بريكي الله يحفظك يا اخو غير سالك يا شنو لا لا يا اخو علاش يا اخو حديه يا اخو غير شاعل بريكي بريكي يا اخو ما عندكش ما اعطيني شاعل يا اخو علاش يا اخو خفت منه علاش يا اخو علاش دخلك يا اخو خلينا منه شنو ها ما صار يا وكسرني يا وكسرني شاف 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 توش دخل اجا جيت باب واقع اه من نخوش معاهم اصبر خلي تشو يا اخو مدلكش بريك يا اخو اصبر بريك اطلق كيفاش ادين تشو بريك يا اخو عرفوا مالو ما نعرفهم زين صحاب خويا من بعيد خلاص طلع للدار نريح لهنا اخو راجل حضرتو حقاري اللي حقروا بالعين هادو حرت الموس ما جاينا الموس يا اخو هذا حرت فيه هادي عندك الحق يا اخو عن بالك يا اخو اعطيني بريكي يا اخو بريكي اه يا اخو ايه قاع حاشك ورتو وشنو يا انت يا وش تقول لا خليتك يا شتوها يا شاعل يا اخو يا شاعل يا اخو يا خليني الرهن مزروب علاش كي يا رتو بريكي مالي صح علاش كي يا رب بريكي علاش كي علاش نتكيف نتكيف باش نخلوا يا راسي باش تخلوا يا راسك كيف قالوا دخان تخلوا يا راسي يا اخو تعرفوا ما نحكم خوك عطيتو قار ماشي عطيني قار لا عطيتش قار ما نتكيفوش لا ما والله ما نتكيف لاحظتك بالله وزن مدولك والله غير خليها عندي والله ما تكيفو صح نضمن بلي صح ما كانش كيف والله ما حنتكيفو قدامك قطعوه انا نقطعوه بصح تتكيف
كان وجهك شاك لفت قارب. ما بش شعل لا. ماش عطيني شعل. يا تعرف متبوى يا أخوي الحاج يا جاب دينار شعل وروح هاي هاي. هذا شعل يا أخوي. لا شعل وقل له. أحب شعل وحدي يا. هاي خلاص صح هذا. عطيني شعل يا. ما نش بريكي. من ليش؟ هاي الصحة. لا بس ما هي رشة. يا خلاص يا شعل لما تجي النقطه مش مكسيه لك خير سين انت وش دخلك يا اخو معليش يا روح ضربني عندهم مشاكل عندهم مشاكل يا روح ضربني شعل خليني نروح انا يا خلي سبرتشو يا اخو سبرتشو هدايا شو بريك يا اخو انا تكتب بريك انت وش دخلك دخل علي لي فروبلا من المشاكل عندك خوك سلام انت حفها الخوك هذه يا اخو بصنته وش دخلك ايمان بصنته ايمان وين رحت اما ندوا قيلت على بالك تحبها اخوك سلام انت يا اخو هذا لا تحبها اخوك سلام يروح انت واحد يقعد اعطيني شعر وش ما دابك ما دابك يقول له لا صح يا اخو يا اخو انت وش دخلك يا اخو معليش وين الرات ما مهبول انت يا بالا لا ما نحكم اخوك تحكم انت تعرف خويا انت يا ما انت تعرف خويا ما عندك ما تقدير يا بالا صايق والحبنا في دتا ايمان برك تا ايمان بعدين احكم اخوك انا قلت له يا ما بعدين احكموا يا اخوي انت وخويا ما تكون ما تقدوري يا اخويا يا اخو يعطيك الصحة ميرسي عليك يا اخو ما كان له دراهم بريكي يا اخو الله يعيشك ولا لا لا معليش نورمال خفت منه يا اخو اعطيني شاعل اعطيني خطيه ما بيعصبني تعرفه واحد تقولني شويه قلبه ببر ان شاء الله طالع واحد كبير علاش يا اخو ديك الساعه ها اي حبس دخان قسم دخان هذاي علاش واش بيك شايف يا عمرك؟ طلع بقرطة ولي بالشيخ. ما أرمي دين باباه قاع. أرميه. طلع شرب بالدراهم ماذا نرمي؟ ما أرمي أموه قاع ما تشارك تموت هكا تموت. ما تطولش وتموت أنت قاع. يا لي الزوم بريكي يا أخو. ما عندك أنت ما عندكش. أرمي. أرمي. علاش أرمي؟ وش دير؟ هو دي بلاد وش تريح فيها الدير؟ والخا كم عمرك 17 والله زين لا عمرك من ديك دير معايا ما بيت انت عافيه شنو هذا راه هادو هما اللي تشريهم دخان ربيع وخلاص صح 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 اسمع خو خدام والله سيري والله ما يخدم مقراش مقرا واش مسال مقرا بزيام سيام بزيامونو سيام ميرسي عليك يا اخو صح ما خم يا اخو اما راسك في الفحص صح اخو يا اللي الصوم يا اخو بريكي الله يعيش كيف نظيرك انا يا اخو بريكي يا هم مدليش يا اخو بريكي علاش يا اخو علاش يا اخو هذه شو القارب كيفاش ما مدهولك شي هذه شو القارب اش كسرتو يا اخو هاك تكير ميرسي عليك هذيك على الفرق ما تمدليش هالفرق ما تمدليش يا يا اخو ميرسي صغير انت يا اخو ميرسي عليك يا صغيوه يا اخو وش حبيت نقول لك متكيف يا اخو ماشي اروح زعما وش من الدخان فهمني وش من الدخان وش ما صح تكيف وش من الفايده حتى فايده يا خلاص مال علاش تكيف يا اخو ها انا نهضر معك شوف على بالي شي قال زعما انا نتمسخروا بيك والله غير صح انا نهضر انا كنت متكيف وحبستو بالشمه شتو اقسم بالله راح فيك بربي ما كاينش خير منه شتو الدروج هادوما نطلع زوج درجات مدان لها تنعي يضرك ماشي مليح ماشي مليح الشم نقول لك ما نقولكش انا يا
غليك يا صاحبي والله غير ماشي مليح. دوك زعما دوك انت راح تكبر يرجل معك واحد بدا الدار ما تله تاعي ماشي يضرب فيك عيب ومبا ادير هذا الزمر هذا الدخان ادير سبور فالدفره هذيك طم دفره دفره فهبط للصاله دير الحديد دير دير لالي دير عفسه دير سبور ماشي دخان هذيك دفره 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 لما ما روحش عفسه تنفع بها صحتك تفاح بانان دخان ها صح كامل ايه علاش تكير وراك صغير على بالك وراك صغير علاش تكير ميرسي عليكم خوت نعطيكم الصحة ماشي يعطينا الصحة عليك انت على صحتك خو والله احنا ما حضرنا تكير ولا حضرنا في مصلحتك دخان والله ما مليح حاجة ماشي مليحة الدخان لا عندك الحق يا اخي ما خصك والو اعطيك الصحة لا ميرسي امي مالكش بريكي ميرسي ها سامع يا اخو ما عندكش بريكي يا اخو ما عندكش بريكي باش اشكل في السو عمي كيف مشي شفتو بالدراهم على بالك فاهم الحمد لله بيان سور الاغلبيه ما حبوش يشعلوا له بصح شنو كاينين اللي كانوا راحين يشعلوا له بصح حنا منعناهم بقالي نقول باللي البيع تاع الدخان للدراري ممنوع. كانت هذه الحلقه تاع اليوم جيسبر تكون عجبتكم انا ما بقينا نقول لكم كي العاده غير الله يفارقنا بلا ذنوب يا منعش اي ما تنساوش تابوني وفلاشين يوتيوب كليكيو عليا كليكيو هنا كليكيو هنا هكذا باش الفيديو تلحقكم غير تخرج في رمضان ومر رمضان اي كاين لي فيديو قوة رم جايينا غير ابونيو ايا وشك تستنى ايا كليك كليك هنا